يرشدنا لحن الأمل وذهاب الأحزان، لحن نصر قريتهن على جائحة كورونا. تخوفنا قليلا، لكننا أخذنا جميع احتياطاتنا بالنظافة والحجر المنزلي. كانت أمال وأصولها من قرية ثيفلكوت محظوظة أن دخلت قريتها قبل الحجر التام. نظام تجمعة التقليدي فرض قيودا صحية صارمة حمت القرية من تسلل الفيروس. تكفل بأهلها وجنبهم ما قد يواجهونه بسبب الأزمة. ولو كان جيت من بعد يعني كان شيء مستحيل اني ندخل لهذه القريه اللي صرامت القوانين المتخذه من قبل تجمعات. كرند يرجزن تدارس سي دي فولونتير خمن دي سيلو كريز. اجتمع كبار القريه واسسوا خليه ازمه لتعريف السكان بكورونا وتفادي دخوله المنطقه. هكذا اذا بسقف عال من الوعي حمى اهل القريه انفسهم. حملوا على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على صحتهم. من قال إن قرى بسيطة في جبال منطقة القبائل استطاعت أن توقف زحف وباء عالمي ككورونا؟ ثيفلكوت واحدة من هذه القرى التي لم تسجل أي حالة منذ بدء الأزمة، وذلك بفضل نظام مجتمعي صارم. مسجد القرية الصغير تولى أن يذيع على مسامع أهل القرية أخبار الوباء. نقل محاذير الأطباء. كان صوت الحكمة الذي أوقد في الناس وعيا هو سلاحه الوحيد. نقوم باستشارة أطباء حول مواجهة كورونا ونقوم بإعلام الناس بما استجد. هكذا أن للحياة أن تدب قريبا في أزقة ثيفلكوت الضيقة. نجحت القرية في حماية أسوارها، بل علمت الناس أن نظاما اجتماعيا تقليديا قد يكون أنجع في زمن هد كورونا جبروت الدول. حسام تكالي، العربي، ولاية تيزي وزو، شرقي العاصمة الجزائرية.